أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. قالت شرطة محافظة واسط إنها ضبطت شاحنة صهريج محملة بالنفط مجهولة الكمية والنوعية في سيطرة الكوت. وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على المتهم وضبطت الشاحنة والصهريج، وأن الشاحنة كانت قادمة من محافظة ميسان ومتجهة إلى محافظة واسط. وتزايدت في الفترة الأخيرة عمليات تهريب النفط بين المحافظات، لا سيما تلك القادمة من مصافي الجنوب. قالت هيئة الجمارك أن موظفيها في مطار بغداد أتلفوا شحنة أدوية بشرية ضبطت في صالة المسافرين لأنها بدون موافقة وصولية. وكانت هيئة الجمارك قد أعلنت أمس عن إتلاف شحنة أدوية بشرية ومواد تجميل في جمرك الشحن الجوي وشحنة تمر في منفذ صفوان الحدودي لكونها غير صالحة للاستهلاك. وأصبحت ظاهرة تهريب الأدوية الفاسدة تشكل خطراً كبيراً على صحة المواطن العراقي، لا سيما في الآونة الأخيرة. قال عضو مجلس ناحية مندلي في محافظة ديالى حيدر المندلاوي إن معبر مندلي الحدودي مع إيران تحول إلى لعنة على 40,000 نسمة. وأضاف المندلاوي أن الناحية لم تستفد من نشاط المعبر سوى بتشغيل العشرات من أبنائها، لكنها تضررت كثيرا خاصة بتدمير منظومة الطرق الداخلية والخارجية. وأشار المندلاوي أنه رغم فتح المعبر منذ سنوات إلا أن الناحية لم تستفد منه أي شيء في حركة الإعمار. وطالب عضو مجلس الناحية بإعادة النظر في إيرادات المعبر وتخصيص جزء منها لإعمار مندلا. دعا محافظ واسط محمد المياحي إلى تعديل قوانين المنافذ الحدودية، وأضاف أن تعظيم واردات المحافظات المالية من المنافذ أهم من إنتاج التخصيصات من حكومة بغداد. وأكد في الوقت ذاته على أن واردات منفذ زرباطية لا تزيد عن 1,800,000,000 دينار شهريا فقط، بينما الحاجة الفعلية لتطوير البناء في المنافذ قال إنها أكثر من 150 مليار دينار. قالت محافظة ديالى إنها محافظة ديالى قالت إنها ضبطت 1,000 كرتون من بيض المائدة الممنوع تداوله في محافظة ديالى. وأضاف بيان حكومي أن الشاحنة المضبوطة كانت تحتوي على 1,000 كرتون من بيض المائدة المستورد والممنوع تداولها بحسب كتاب وزارة الزراعة، حيث تمت عملية الضبط في إحدى سيطرات الخالص. الآن نتابع وإياكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي إلى جانب سوق المعادن والحركة النفطية. ختام الموجز الاقتصادي، دمتم بخير وإلى اللقاء.